أقوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء بالتسبيح وقراءة القرآن في خلوة وحدي، وأترك زوجي وعائلتي، مع أن زوجي يغضب من عملي هذا ويتضايق ويريدني أن أتسامر معه، فهل أطيعه فيما يريد أو أستمر في التسبيح وقراءة القرآن ولا أبالي به؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لك أن تشتغلي بالتشريح والتسبيح وتغضبي زوجك الذي يريد أن تحضري معه وأن تتحدثي معه، لأن طاعة الزوج واجبة، وأما التسبيح والتكبير والذكر فهذا مستحب، فلا تقدمي فعل المستحب على الواجب أو ترتكبي ترك الواجب لأجل تحصيل أمر مستحب. على كل حال أطيعي زوجتي واحضري، لأنه يأمرك بشيء مباح لم يأمرك بمعصية، فطاعته واجبة، وربما يكون في ذلك مصالح من التفاهم على بعض الأمور أو المشاورات، ولو على الأقل الاستئناس والأنس بعضكما ببعض، لأن هذا من مقاصد الزواج. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من الأنس ومن السكن بين الزوجين، المحادثة والمجالسة والتحدث والمشاورة في بعض الأمور. أما الاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلوات فهذا من المستحبات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.